بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، السادة وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود وللشعب السعودي الشقيق لاستضافة وتنظيم هذه القمة. والشكر موصول للأخ الرئيس عبد المجيد تبون وللجزائر الشقيقة على حسن إدارتها للقمة بدورتها السابقة. الحضور الكريم، يسعدني هنا أن أرحب بعودة سوريا الشقيقة إلى مكانها الطبيعي، وهي خطوة أكدنا عليها ودعمناها منذ البداية لاعتقادنا بأهميتها على طريق إعادة الاستقرار في المنطقة. ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه كل أشقائنا في البلدان العربية، نشدد على أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات. ومن واجبنا هنا ألا ندع السودان الشقيق ينزلق إلى أتون الانشقاق والتناحر الداخلي، ونرحب بالمبادرات التي تدعو إلى إنهاء الاقتتال هناك، ونأمل أن تنجح الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، مثلما نستبشر خيراً باستمرار محاولات تحقيق السلام في اليمن الشقيق، ونجدد وقوفنا مع أشقائنا في لبنان من أجل تجاوز الظروف السياسية والاقتصادية، كما نشدد على موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة، وبإقامة دولة عاصمتها القدس الشريف. ولا يفوتنا هنا أن نذكر العالم أن المقدسات ما زالت تنتهك هناك بما لا يقبله الضمير الإنساني. نستثمر وجودنا هنا لنعرب عن الترحيب بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي خطوة عملية دعمها العراق وعمل على تحقيقها باستثمار النوايا الطيبة من البلدين الجارين، خدمة للاستقرار والازدهار في المنطقة. إن التفاف العرب حول بعضهم لا ينبغي أن يفهم على أنه انعزال، بل يمكن أن يزيدنا ذلك انفتاحاً على جيراننا كعرب مجتمعين وكدول عربية منفردة. وأنني أدعو الجامعة العربية إلى تطوير مناهجها نحو بناء تكتل اقتصادي من شأنه تعزيز اقتصادياتنا واستثمار مواردنا المختلفة بأفضل وجه. لقد استطاعت دول عديدة أن تبني تكتلات اقتصادية ناجحة وهي لا تملك من العناصر المشتركة بين أعضائها شيئا، بل لا تملك لغة مشتركة حتى. لذا يتوجب علينا جميعا أن نتحرى كل زوايا الترابط والتكامل الاقتصادي بين بلداننا. وعلى هذا المسار سنستضيف في العراق مؤتمرات عدة لوضع الحجر الأساس لمثل هذا التعاون، منها مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، كما تتهيأ العاصمة بغداد هذه الأيام لاحتضان مؤتمر طريق التنمية، ذلك المشروع الواعد والذي سيعزز الروابط والمصالح الجامعة لشعوبنا. وحين نتحدث عن التنمية المستدامة، يتوجب الوقوف عند التغيرات المناخية وشح المياه، هذا الملف الذي يتطلب منا عملاً مشتركاً في ضوء القوانين والأعراف الدولية لإيجاد حلول جذرية تخفف من الآثار السلبية لهذا التحدي الحقيقي. السيدات والسادة، إن شعوبنا من الشعوب الشابة، وهذه حقيقة تضيف إلينا مسؤولية حساسة. ومن هنا فإن آفة المخدرات وما يوازيها من محاولات للتأثير الثقافي والقيمي
تتطلب منا موقفا حاسما ينطلق من التكاتف والتعاون لمكافحة هذه الآفة. لقد وقف أخوتكم في العراق وقدموا أبلغ التضحيات لحماية العراق والمنطقة والعالم من خلال تصديهم للهجمة الإرهابية الهمجية، وذلك الانتصار الذي حققناه يدفعنا قدما للمضي لبناء بلدنا وتحقيق ما يصبو له أبناء شعبنا في التنمية والرخاء. الأخوة وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتقدم لكم جميعا بالدعوة لعقد القمة العربية لعام 25 في بغداد دار السلام التي تتطلع لاحتضان الأشقاء العرب في بلاد الرافدين. في الختام أجدد الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وأتمنى لهذه القمة الموفقية والنجاح لما فيه مصلحة شعوبنا العربية وشعوب المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر دولة السيد محمد شايع السوداني على كلمة